مدرسة الدلتا الأمريكية كانت البداية ضعيفة جدا، مع مرور الوقت ابتدوا يكتسبوا ثقة وابتدوا يرجعوا تاني في المباراة. تحت الضغط فرقت جامد جدا مع مدرسة الدلتا، وفي نفس الوقت مدرسة الدكتور مصطفى محمود يونس حصل العكس تماما، بداية فقرة تحت الضغط وابتدوا يقلقوا. فقرة تحت الضغط ما كانتش صعبة زي ما توقعت، قدرت تقريبا 4 من 8، عايزين نحافظ على ده ونكسب إن شاء الله. للأسف كان في توتر ورهبة في تحت الضغط، ولكن إن شاء الله نعوض ده في عجلة الحظ. كنت نازلة متوترة جدا في ضربات الجزاء، بس الحمد لله السؤال كان سهل وقدرت أخطف أول هدف، وإن شاء الله نحافظ على مستوانا ده. هدف الأول والأخير إن أنا أخطف البازر الأول عشان أقدر أجيب الهدف الثاني وأحافظ على 25 نقطة. للأسف ضاعوا مننا 25 نقطة في ضربات الجزاء، إن شاء الله هنقدر نعوض ده في عجلة الحظ. المباراة ما اتحسمتش ومش هتتحسم بسهولة، عشان كده لسه بدري جدا.